ايام تبقى في الذكرى يعني. الفريق ديالي هذاك الفريق ديال الفريق ديال الام ديالي حتى الجمهور حتى هو الفريق ديالي ديال الوداد يعني الوداد البيضاوي حتى الجمهور حتى هو ساندني واحد الوقيته ودائما تنقول انا الفريق ديالي راه هو الوداد البيضاوي. الكلمه الاخيره بالنسبه لي يعني تنشكر زعما الفريق ديالي كما قلتي الوداد البيضاوي على اساس انه هو اللي كان احتضنني بلي كنت باقي صغير وتنقول اننا خصنا نزيدو نشتغلو ونزيدو نخدمو باش نطوروا كره القدم ديالنا باش نوصلوا لواحد المستوى اللي رقى المستوى ديال الانديه ديال الاوروبيه ان شاء الله باذن الله.